ترحم الضحايا رحمهم الله الشهداء، لأن نطف الحريق يعتبر شهيد. استلمنا طائرة كبرى كبيرة عملاقة بالنسبة للإطفاء، كرينا 6 طائرات أخرى، وكانت موجودة في قمة اندلاع الحرائق، بالإضافة إلى تقوية العتاد نتاع الحماية المدنية 48 ساعة 72 ساعة في بعض الأماكن، وتغلبنا على النيران وصنحنا البلد أول في إفريقيا، البلد الثالث في العالم العربي. لما ننتهي المحطات نوصل إلى 1,400,000,000 متر مكعب يوميا. السكن ما يقدرش يتوقف، السكة الحديدية أنا التزمت بها، اتصلنا بأصدقائنا الصينيين باش ندخل في برنامج طموح أكبر من هذا، حل المشاكل بالتي هي أحسن. فيه انقلاب، احنا قلنا رانا مع الشرعية الدستورية ولازم يرجعوا للشرعية الدستورية، بغاونا نساعدوهم فيها ألف مرحبا. لحد الآن احنا ننتظر في البرنامج تاع الزيارة من طرف الرئاسة الفرنسية، ما زالت قائمة، الجزائر زادت. وأين كنا وأين أصبحنا؟